يعني راه الحي كله تهز على هذا الوقع ديال هذه الجريمه، يعني راه الحي كله يعني وكل شيء بقى فيه الحال، فهمتيني؟ واش غنقول لك الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. الناس اللي توفاو كاين الاب ديالو فهمتيني هزو في حاله خطيره، ومرت الاب ديالو راه توفات على يعني ما كيقولوا الشهود العيان راه توفات، يعني لقاوها في حاله. واش غنقول لك اختي ما على حسب ما تيعاودوا الناس، هو من يرتكب الجريمه يعني شي وحده عيطات شي دريه عيطات للدراري قالت لهم راه من يطلعوا الدراري كيف قال لكم الاخ قبيله القى السيد مرتد عليه في شي بيت ودوك الناس مرميين في الارض. الساعه عيطوا للسلطات وعيطوا لرجال الامن جاو داروا اللازم ديالهم يعني وشدوا داك السيد اللي ارتكب هذه الجريمه. هاي واحد القضيه اللي بغينا ننشروا لها هو ان هذا السيد هذا راه ما مبليش ما كيتعاطاش شي حاجه ديال التخدير، يعني اي واحد سولته هنا في الدرب راه معانا وصديق ديالنا يعني دوز ما عندوش سوابق بتاتا، وربما هذه هي اول مشكل غيوقع ليه في الحي كامل. ما عمرو الدار مرنا بتاتا والو بتاتا، انا كيف قلت لك ظاهريا انسان الله يعمرها دار، الا كانت شي حاجه باطنيه راه داك الشيء يعني راه مشاكل عائليه كنظنش، فهمتيني؟ المشاكل العائليه راه حتى شي واحد ما مخصوص منا، وكنا عندنا مشاكل والله يدير شي تاويل ديال الخير. العشره شوف راه اي واحد غيتصدم واي واحد مشيتي عنده اي امراه اي راجل كاينين الناس كيبكيو كاع فهمتيني، كاينين عيالات بكياو كاينين الرجال هما دابا تيبكيو او كيعرفوا مزيان، يعني راه جريمه راه ماشي غيتهز لها الراي العام، وانما راه غيتهز داك السيد فهمتيني، يعني الكلمات كتحد ما تقدرش تبقى تزيد شي حاجه. بخير صراحه الله دري بخير، عرفت عليه في الاول خير بانه راه مرض، انا مبقاش نشوف واحد ثلاث سنين تقريبا، ثلاث سنين واربع سنين مبقاش نشوف بانه الدري راه مرض، الدري راه بخير وحق الله العظيم الله يفرجها بزاف اغشي ما تصورش وحق الله دري درويش ما وحق الله العظيم الله يدير هذوك الناس ماتوا الله يرحمهم فهمتيني، الله يرحمهم والله يرحم جميع اموات المسلمين. وواحد القضيه اللي بغيت نقول لك اختي هو هاد الناس هادو اللي مبليين الله يعفو عليهم، الناس اللي عنده شي مشكل الله يدير ليه شي تاوي، حنا كمغاربه اول قبل ما نكونوا مغاربه كمسلمين يعني هاد الشيء راه كيمشيني كيضر في القلب، سواء وقع هنا في الحي الحسني سواء وقع في التشارك سواء وقع في حي المحمدي سواء وقع في اي منطقه في المغرب، يعني اش غنقول لك اختي الله يدير شي تاويل هذوك الناس الله يرحمهم الله يرحم جميع اموات المسلمين واخر كلمه في حقه. وداك السيد فهمتيني خصهم يعرضوه على طبيب نفساني سي خادي درب زوين فهمتيني احسن شوف المغرب كله زوين اخويا، اي درب مشيتي كتلقى ناس زوينين وكتلقى واحد الناس، يعني حنا دابا حاليا ما بقيناش كنسمعوا غير جريمه سيد الخادير ولا حي الحساني، وليتي كتجمع وليتي كتسمع جريمه وليتي كتسمع جريمه في اسفي وليتي كتسمع جريمه في تشارك وليتي كتسمع في جديده، يعني هذا الشيء راه ماشي عنده علاقه بواحد المدينه او بواحد الاشخاص معينين، يعني حنا اللي كنتمناو الله يصلح هذه الامه والله يدير شي تاويل لهاد الشباب كاملين، اللي مريض ولا اللي عنده شي مرض الله يشافيه، الناس اللي كدير المخدرات الناس اللي مبليه الله يعفو عليها، وكنتمناو من فهمتيني من السلطات وهادي يشوفوا في هاد الشباب ويديروا لنا واحد فهمتيني يديروا سونترات الكره يديروا سونترات فهمتيني يديروا تحاولوا تعاونوا مع هاد الشباب. اول حاجه السلام عليكم خويا الله يرحم الناس هادو والدري هذا اللي كنعرف عليه انا اول حاجه واخر حاجه الدري بخير صراحه الله يا هادي الدري اللي ما كيتصورش، انا الصراحه تفاجات قسما بالله لا تفاجات والله الدري بخير الله يدير الشاويل وصافي والله يشوف من حاله. لا ما كيعرفش الدري بالعكس كان كيلعب كوره كان كيلعب بزاف كيمشي مع الدري البحر، انا هو صاحب خويا هو كان كيمشي مع البحر كيمشي ما كناش كنتهضروا منه تهزيت صراحة والله قسما بالله لا في قلبي لا تهزيت بالله بعيد انا وسمعت وتهزيت والله الله يهدي الشباب هادشي اللي غنقول انا والله الله يهدي الشباب والله يفرج على اي واحد هادشي اللي غنقول انا وهادشي اللي عندي